من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة. أكد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم لزوم تطوير الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في المجالات كافة في إطار تحديث السياسات التربوية والتعليمية على كل المستويات لضمان مستقبل أفضل للعراق، ولقطع الطريق مبكرا على الفكر التكفيري المنحرف، مشددا على تعزيز الرقابة والمعايير العلمية العالمية على مناهج وعمل الجامعات الأهلية بما يضمن امتلاكها للمستوى العلمي والإداري المطلوب. وأوضح معصوم خلال استقباله رئيس المنظمة العربية لجودة التعليم طلال أبو غزالة ورئيس الوزراء الأردني السابق جواد العناني ضرورة وضع استراتيجية للاطلاع على تجارب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية الرصينة للاستفادة المتبادلة، مشيرا إلى أن اعتماد المعايير والتعاون والتنسيق يعزز من ضمانات الثقة بالجامعات العراقية وبمكانتها أمام نظيراتها الأجنبية.